السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سنة الله في الكون أن الطغاة والجبارين لابد أن يسحقوا، وأن المضطهدين والمظلومين لابد أن ينتصروا. منتهى الأمر الفرق الزمان، يعني أنه هل الطاغ المستبد ينحار في أيام قلائل أو في مدة طويلة، لكن أخيره الانهيار. وهل المستضعف المضطهد ينعش في أيام قلائل أو بعد مدة طويلة؟ هذا أيضا حسب إرادة الله سبحانه وتعالى وحسب القوانين الكونية. هذه الآية التي تلوناها بالنسبة إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون عليه اللعنة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين كانوا ضعفاء أن نمن عليهم، يعني الله يمن على الضعفاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أعلام ونجعلهم الوارثين. الطغاة يذهبون، من يرثهم؟ المصلحون الصالحون. والدنيا دائما هكذا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، يعني نسلم الأرض بأيديهم نحن، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون الملوك الخونة وهامان الوزراء الظلمة وجنودهما الجنود الأتباع للخونة والظلمة، ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم، من نفس هؤلاء المستضعفين ومن نفس هؤلاء الذين استضعفوا، نريهم منهم ما كانوا يحذرون. الملوك الخونة عن ماذا يخافون؟ الوزراء الفجر عن ماذا يخافون؟ الجنود الذين يتبعون هؤلاء الملوك وهؤلاء الوزراء عن ماذا يخافون؟ يخافون على منصبهم، على ملكهم، على مالهم، على ثروتهم، على سيادتهم، على شخصيتهم. الضعفاء يأتون ويحطمون كل هذه الأمور. ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم، يعني من المستضعفين، نري هؤلاء من هؤلاء، وبسبب هؤلاء نريهم ما كانوا يحذرون. عن شنو كانوا يخافون يحذرون؟ ذهب ملكهم، ننسف ملكهم، سلطنتهم، شخصيتهم، قوتهم. عن ماذا كانوا يخافون؟ نحن نسلط المستضعفين على الطغاة حتى ينسفوهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه فاتحة قصة موسى. الحقيقة الإنسان يجب يا شباب ليكن من همكم قراءة القرآن،
يومية ولو صفحة، قراءة القرآن بتعمق وبتدبر وبتفهم التفسير. الحقيقة القرآن يريك صورة من الآن إلى يوم القيامة، شنو يصير في الأرض، شنو ما يصير. القرآن يريك كل شيء، لأن الحياة مكررات. الآن نحن جيل قبلنا جيل أبائنا، إحنا مكررات نفس الجيل. وكذلك المزارع والمصانع والمتاجر والبحار والليل والنهار كلها مكررات. وكذلك قصص الحياة مكررات. القرآن عبرة هائلة لمن أراد الاعتبار. مو بس إنسان يسمع قرآن شيء زين وهذا هو، لا، اقرأ وانظر التفسير مال القرآن. القصص السابقة شنو؟ نفس الشيء في المستقبل أكو. فأنت في قافلة الأخيار أو أنت في قافلة الأشرار والعياذ بالله. هذه فاتحت قصة موسى وهارون وفرعون وهامان. موسى هارون وزيره، نبي ونبي، فرعون وهامان طاغن وطاغن، فرعون الملك وهامان وزيره نفس الشيء، والجند الأحمق كان يتبعون فرعون. أخير شنو؟ أخير كلهم غرقوا في البحر، كلكم تعلمون القصة. الآن نحن نلمع إلى شيء من القصة. في الحقيقة قصة موسى وفرعون من أعجب القصص الذي يجب أن نعتبر من موسى ومن فرعون، ولنكن في صف موسى ولا نكن في صف فرعون. المنجمون قالوا لفرعون إنه يولد من هؤلاء، فرد واحد ينسفك. لأن فرعون هذا كان شنو؟ هذا كان طاغن كافر. بنو إسرائيل ذاك اليوم مؤمنون، هسه بنو إسرائيل منحرفون كفار اليهود. ذاك اليوم بنو إسرائيل هؤلاء مؤمنون متدينون. قالوا، وجماعتهم كثيرة، لعلهم كانوا مثلا ربع مليون ما أشبه، قالوا لفرعون المنجمون له، وكان قولهم صدقا، قالوا إنه يولد في هؤلاء بني إسرائيل فرد واحد ينسفك وينسف كل كيانك. سين شو العلاج؟ قال العلاج على أنه من خليهم يلدون أبدا، ولاد ماكو، ولاد ماكو. شنو الأسلوب؟ على أن رجال بني إسرائيل لازم في محلة الصليبخات، ونساء بني إسرائيل لازم في الأحمدي. هذا هو بعد لا يولد منهم ولد. سألهم قال ولد هذا الولد؟ قالوا لا. انعقدت نطفته؟ قالوا لا. قال زين، الرجال والنساء يجب أن يكون قسم منهم في طرف مصر والقسم الثاني في طرف مصر الآخر حتى لا يكون بينهما تلاقى. ثم اتخذ جماعة من بني إسرائيل اللي كان عندهم فرد قسم من الرئاسة والشخصية، اتخذهم في جيشه، في جنده، في قصره، إذلالا لهم، وأن يكون هؤلاء تحت سيطرته. من جملة هؤلاء عمران، عمران أبو موسى، هذا من بني إسرائيل، من علمائها وعبادها وأخيارها، وكان من رؤسائها. قال على أنه أحسن شيء هذا يكون تحت النظر، تحت نظري أنا، فأحسن شيء هذا لازم يكون في قصري، حتى أبدا لا يتصل بمرأة ولا يتصل بأنثى ولا يصير له ولد أبدا. المنجمون قالوا له يولد في هؤلاء، لكن لم يعرفوا ممن يولد. زين، لا بأس. سأل المنجمين زين، هذا الولد الذي يولد ويكون ذهب فراعنة، لأن مو فرعون، الآن هذول اثنين فرعون كانوا، لكن هناك كانوا عشرات الفراعنة، يعني سلسلة طويلة، وقالوا إن كل الملك يزول على أيدي هؤلاء. سألهم قال هذا شو وقت؟ في أية ليلة
تنعقد نطفة موسى؟ قالوا في ليلة الجمعة خامس ربيع الأول مثلا. قال زين، هذا كلش بسيط. فأمر فرعون كل الناس يخرجون إلى الصحراء، وقوي وعنده إمكانية، الرجال والنساء يخرجون من بني إسرائيل، رجال بني إسرائيل ونساءهم، حتى بالواحد قشق ليروح ويتصل أحدهم بزوجته قشقا ممنوعا قانونا، راحوا بر، راحوا بالبر. هو فرعون وجيشه أيضا هو المشرف على هذا الشيء، راح النساء وان النساء الصوت، كلهم النساء الصوت، نساء بني إسرائيل، والجيش مطوقهم، والرجال أين هالصوت والجيش مطوقهم، حتى لا يصير فرد اتصال بين هذين هاتين الطائفتين وتنعقد نطفة موسى. لا بأس. هذول بقوا 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 إلى الغروب، وشوية هزيع من الليل هم صار، وعمران من جمل مع فرعون وفي حرسه الخاص قارد الشاهنشاهي على الاصطلاح، ومرأت عمران هناك ذاك الصوب، هذول فرد هزيع من الليل هم انقضى. قالوا زين نرجع إلى البلد، ماكو. المنجمون قالوا مستبعد على أنه بعد يولد في هذه الليلة. قال زين نرجع، وإطمئنان كامل ماكو انعقاد نطفة موسى، خلاص رجعوا إلى البلد. قالوا زين الرجال أولا يذهبون والنساء أخيرا يذهبون حتى لا يتصل بعضهم ببعض. الرجال ذهبوا وفرعون في الوسط حتى هو يباشر بنفسه عملية الفرز. الرجال ذهبوا، فرعون وقارده وشخصيته وراءهم والنساء وراءهم. هذا عمران أبو موسى من جملة قارد الشاهنشاهي ماله، مال هذا الحفدة والحشدة مال فرعون. هذا كان في أخير قافلة فرعون، الرجال ذهبوا، فرعون وحاشيته وجنوده في الوسط يذهبون، عمران في الأخير. من الصدف أم موسى في طليعة النساء، يعني شنو؟ يعني عمران شاف الأم، ما شاف الأم عمران هالشكل الشرفة من هناك. الله يريد فرعون من جد، فرعون ينو، يعني فرد اتفاق من أغرب الاتفاقات التاريخية في الحقيقة، وكل اتفاقات الله عجيبة. ولا ماكو ميت بين شيء، شوية هي المرأة أخذت تأتي على ظل من عمران، جاء الظلام وذاك الوقت قبوب وتريك وهالأشياء هم ماكو. اجى عمران دخل قصر فرعون، لأن هو من المستحفظين الشخصيين لفرعون عمران. المرأة أيضا دخلت وراءه أين؟ القصر. فرعون كان مسوي فرد عرش له فوق هالشكل، يعني فرد تخت جدا كبير. هذا التخت الكبير طابقان، طابق فوق والطابق تحت. الطابق اللي تحت من الضروري من ينام تحته؟ فرد متحفظ أمين وهو عمران، ينام تحته تخت فرعون وعريش فرعون. فرعون هنا ينام، يعني مو طبقات، لا كتخت، يعني هالشكل كقريولة، لكن قريولة ذات طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت. فرعون راح هو وآسية زوجته نام هناك، عمران اجي ينام، أشر المرأة المحترمة الزوجة تعالي تحت نفس فرعون انعقدت نطفة موسى. الله يريد يبين لو أن الله أراد شيئا الكون لا يقف أمامه. فرعون مرتاح. بعد ذلك قال عمران لزوجته أطلع بالعجل حتى لا يفتهم الناس أنه فرد مرأة في القصر ومرأة أجنبية كذا شيء، منين هاي المرأة؟ هي المرأة راحت إلى بيتها في أمان الله. صبح صار، فرعون جمع المنجمين،
قال لهم احسبوا، شوفوا انعقدت نطفة الولد، واحنا اتخذنا التدابير اللازمة الدقيقة الى ابعد الحدود. حسبوا قالوا نعم انعقدت نطفة الولد. عجيب هالتدابير وهالخصوصيات وهالاحتياطات والجلاوزة. امريكا، اسرائيل، صافاك، جيش، فلوس بلاش، ما ينفعش. ضميري خلص. الله لو امر هسه هذا شيء كبير، الله لو امر فرد بعوضة صغيرة، الله يتمكن ان يعطي بعوضة صغيرة قوة اكبر من قوة الكون. الله كذب لك هذا. احنا دائما نقول لا حول ولا قوة الا بالله. حول يعني شنو؟ يعني تتحول من حال الى حال، هذا يسمى حولا. يعني انت الان من هنا بتروح الى بيتك، هذا تحولت من مكان الى مكان، تحولت من الشباب الى الشيخوخة، تحولت من الطفولة الى الشباب، تحولت من الجهل الى العلم، من الغنى الى الفقر، من الفقر الى الغنى، من الصحة الى المرض، من المرض الى الصحة. هذا يسمى لا حول، لا تحول ولا قوة. أنت قوي، أنت شخصية، أنت ثري، أنت شجاع، قوة. هذه القوة وهذا الحول كلاهما لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل القوة لله وكل تحول لله. انعقدت النطفة، شنو هسه نسوي؟ قالوا الجلاوز والمنجمون على أن العلاج أن كل ولد يولد في بني إسرائيل مصيره الذبح. فكون فرد جماعة كبيرة من السافات ماله على أن أي مرأة من بني إسرائيل ولدت اذبحوا الولد. البنت هيك يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. يذبحون. واكو جواسيس ياتون في البيوت يشوفون يا مرة حاملة. هذول ما عندهم خلق حتى تلد المرأة ويذبح الولد. يشقون بطن المرأة، يشقون بطن المرأة ويطلعون. اذا بنيه تموت، اذا ولدها يقصون راسه، ولا اكثر ولا اقل من هذا. من جملة الله اخفى حمل أم موسى، ما ظهر الحمل على بطن المرأة أبدا، ما ظهر الحمل. عجيب شيء، هاي فتاة شلون ما حملت وعندها زوج وقبل أكو عنده أخت أيضا، وقالت لأخته قصيه. فرد أخت صغيرة أكو لموسى عليه الصلاة والسلام، خلوه الأخت خلوه. إيش عجب هذا؟ ما عندها حمل كذا شيء، الله أخفى. فرد يوم هذه الأمية أخذتها الطلق، أخذها الطلق حالة الولادة، لكن ما تتمكن، ماكو قابلة إلا في السفاق داخل في المباعد. شو تسوي ما تسوي كذا من هالقبيل. في هالأثناء رجل وامرأة سفاك وسفاكة يفترون على البيوت. يا حقيقة هالشكل لا نفس الطرق الأصف الحقيقة، وهالقصص تتكرر وسوف تتكرر أيضا، لأنه دائما الطغاة وكبخة الله على رأسه قاعدة كلية. هذول لما مروا على هذا شافوا هذه الفتاة تلوج بنفسها، فتاة أم موسى تلوج بنفسها. شبيك بيّن على أنه تريد في حالة الطلق والولادة. الله ألقى محبة هذه الفتاة الإسرائيلية في قلب من؟ في قلب هذه المرأة القابلة. زين، لكن الرجل السافاك اللي وياه هذا ما ألقى المحبة في قلبه، لأن ما شاف الفتاة. ركض يروح تخبر فرعون، وفرعون كان قايل قضايا مال موسى كلكم رأسا إلي، مراجعة رأس شخصية، مو إلى الوزراء وإلى الداخلية وما أشبه، رأسا إلي، لأن هو يخاف من هذا الشيء ويعلم هذا صدق. هذا راح هناك يتكلم وياه،
راح وقف أمام فرعون، فالخبر مستعجل يركض، وقف أمام فرعون بمجرد أن رأى يتكلم مطبقا يتكلم. فرعون ظن أنه يستهزئ به، قال اضرب عنقه في أمان الله، ضرب عنقه. الله ما يريد، أو الله يريد، خلص ما تمكن يتكلم. وإذا بالولد ولد، وقالت هذه المرأة المباحثية، قالت لأم موسى اطمئني يا بنتي أنا ما أخبر عليك ولا على ولدك. ولد ولد مشكلة، لأن الولد الذي يولد يبكي، وبكاء الولد خليق أن يجر إليهم المباحث المنتشرة عندهم. الولد يبكي، وماذا تصنع هي بالولد؟ الله أوحى إلى قلب أم موسى أن يتجعل الولد في صندوق، ويجعل الصندوق في البحر. جابوا نجار، جاءوا بالنجار، نجار شاف ولد حتى يصنع صندوق على قدر الولد، بل صندوق صغير يخلون به فراش وكذا، ثم يخلون الولد في الصندوق، ثم يخلون باب الصندوق ويبسمرون الصندوق، صندوق ممتاز حتى الماء اللي يدخل فيه. ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم عند البحر، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. صنع الصندوق، خلى الولد في الصندوق، النجار بسمروا الصندوق بحيث لا يتسرب إلى الصندوق الماء. النجار قال خش الآن أروح أخبر فرعون وأتخذ منه جائزة. جاء إلى فرعون ليخبره، لسانه ما نطق، لسان بأمر من ينطق، كل شيء بأمر الله ما نطق. رجع لسانه ينطق، يدخل القصر لسانه ما ينطق، شو يسوي؟ مرة مرتين ثلاث مرات شاف ماكو شيء، راح أم موسى ألقت. خلي كم مرة صار انعقاد النطفة، النجار وهذا الشخص الأول قابل أو المباحث، ثلاث مرات ألقت أم موسى الصندوق في البحر. البحر منشق منه قسم يأتي إلى قصر فرعون، وفرعون يومي يقعد هناك مع وزرائه وزوجته ونسائه، يتفرجون على هذا البحر الداخل في قصرهم قاعدين. أكو في الحديث إن الموج أراد أن يضرب الصندوق إلى عرض البحر، وهذا الولد الصغير فيه، ولد اللي الآن ولد، فجاء جبرائيل بأمر الله وضرب بجناحه على الصندوق وأدخله في الشق الذي يأتي إلى قصر فرعون. الله يريد يبين، جاء الصندوق أمام فرعون، هنا قاعدين هم وأمام فرعون بالشط، في الصندوق أخذ الصندوق، الصندوق شنو؟ أخذ الصندوق، فطعوا الصندوق، وإذا فرد ولد جميل يضحك. بمجرد أن شاف قال هذا لابد إسرائيلي، لأن إذا مو إسرائيلي ما يخلو هالشكل، هذا لابد إسرائيلي. يا جلاد اغرب عنقه. آسيه قاعدة، من الصدف ما عندهم ولد، لا فرعون لا زوجته ولد، ما عندهم، عندهم بنات أولاد ما عندهم. قالت آسيه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. هي المرأة قالت، هو فرعون قال قرة عين لك لا لي، أنا ما أريد هالشكل. أكو في الحديث لو أن فرعون كان يقول نعم قرة عين لك ولي، الله كان يهديه بسببه، لكن ما شكر النعمة. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال يخالف لا بأس لا بأس. هذه المرة الرابعة الذي أرادوا قتله فرعون ما قتل، بشفاعة آسية زوجة فرعون. زين فرد ولد جميل، والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول أي واحد كان يشوف موسى يحب موسى،
في الآية الكريمة الله يقول وألقيت عليك محبة مني. كل واحد يشوفه يحبه، هاي طبيعة موسى على الشكل صار. زين تعالوا جيبوا له المراضع. الله تعالى يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل، قبل ما يصل إلى فرعون قلنا للنساء خاطبنا شنو؟ خاطبنا أثداء النساء، أي مرأة ممنوعة، خطاب تكويني من الله، أي مرأة ممنوعة اضطهاد الولد حليب إلا أم. جاوب المراضع، مرضع جاءت تطي حليب وتشرب، وحليب مال القواقي هم ما كان ذاك اليوم، تطي حليب ما شرب، مرة ثانية ما شرب، مرة ثالثة ما شرب، حتى أظن في الوقت شفت في بعض التفاسير 3 أيام ما يشرب حليب 6000 مرأة، ملك بعد يريد مرضع ولد يشرب حليب. فرد بنت صغيرة أكوله عمران، فرد بنت صغيرة، أم موسى قالت لها يعني أخت موسى وقالت لأخته قصيه، روحي شوفي شنو، وين راح الصندوق، وين من راح. هاي البنية الصغيرة جتي حتى دخلت قصر فرعون، قصر كبير ناس يدخلون يخرجون كذا شيء، دخلت قصر فرعون. من دخل قصر فرعون شافت نساء كثيرات يروحون ويجون، كل واحد يجي وياه مرأة تجي وتروح وكذا وشي. سألت شنو هنا؟ قالوا فرد ولد أكل الملك ما يشرب حليب. اجي عجيب، هذا أخوي. شاف الأخ وقفت مرأة مرتين ثلاثة أربعة، توجه إلى فرعون قال هل أدلكم على من يكفله؟ احنا ما عندنا فرد مرأة، يمكن هي تتكفل، تتكفل هذه المرأة هذا الولد. يعني شنو يعني أم موسى؟ تقصد هي البنت أمها. فرعون قال لها ومن هي التي تكفل هذا الولد؟ لعلك تعرفين إسرائيلية هي أمه. فتاة ذكية قالت مرات نساء هوايات، أنا فرد مرأة أحب لكم الخير لا أكثر ولا أقل، تحبون أكو فرد مرة عندنا ترضع الأولاد، ما تحبون ما أجيبها. قالوا خذ روح جيبيها، يلا 6000 مرأة ما تقبل حليبها. راحت على منو؟ أم موسى. إن ردوه إليك، جاءت أم موسى وضعت الولد في حضنها وإذا الولد يشرب الحليب بسرعة هائلة عجيب. فرعون سأل يقولون أقبل على أمه، أمه الله يريد. فرعون سأل ممن الفتاة؟ قالت إسرائيلية. قال فرعون لا يكون هذا إسرائيليا وإسرائيلية، ما يصير هم الولد إسرائيلي هم أم إسرائيلية. بعد ذلك فرعون توجه قال من ريديك؟ آسيا قالت شنو هاي العقلية، من ريديك؟ إذا فرد واحدة أخرى كانت كان من الزين، أما هسه ماكو الولد يموت. قال ما يخالف، هم ما يخالف لا بس. شوف يعني الله يري مرة ومرتين 3 مرات 4 مرات حتى يفرك أذنه وخشمه، هالشكل في حضنك يجب أن يربى هذا الولد. وهذا الولد صار ولد القصر بعد، ولد الأب وولد الأم، ربي وربي وكبر. فاليوم هو موسى صغير مثل عمره 6 شهور 5 شهور 4 شهور. فرعون كان ينظم لحيته ويخلي في لحيته مجوهرات، هذا عادة قديمة كانت يخلون في لحاهم مجوهرات، يعني كل 3 4 طاقات شعر يخلوه فيه خرز، خرز الماس عقيق ما أشبه، وفرد لحية جدا طويلة وهالشكل. تصورهم على أنهم موجود، تصور هالقسم من اللحى، هذا في لحيته أكو مجوهرات. أم موسى جالس وهو طفل صغير عمره 3 شهور 4 شهور يحبو على الأرض، هذا جالس في حضن فرعون. فرد مرة توجه إلى فرعون وأخذ موسى فرد حفن من لحية فرعون وإشلعه. فرعون غضب وقال اضربوا عنقه، هذا تبين حقيقة هذا إسرائيلي. آسيا قالت له شنو هالحكي منك، هذا طفل، والطفل لا يميز بين الحصى والجوهر. قال زين أحضروا، أحضروا طبقين
طبقا من التمر وطبقا من الجمر. الجمر يعني شنو؟ نار. فقدم لموسى وقال فرعون إن أقدم على التمر قتلته لأنه يفهم، وإن أقدم على الجمر تركته لأنه لا يفهم. يتبين هذا يفهم أو ما يفهم، لأن الجمر أجمل من التمر، هذا شيء واضح جماله. طبقين خلوا أمام موسى. أكو في الحديث أن موسى أراد أن يأخذ التمر فضرب جبرائيل بيده وألحاها إلى الجمر. موسى أخذ جمرة ووضع الجمرة على لسانه فاحترق لسانه وأخذ يبكي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.